الحاضرة، ولينطلق أول أشواطنا الخاصة بالحقائق. القعدان ليتابع هذه الأسماء، ليتابع هذه التحديات، تحديات الثلاثة كيلومترات. أتابع انطلاقة الشوط، أتابع صدارة الشوط. مخلاب على المركز الأول، حامد بن ناصر بن علي النعيمي يتقدم بمقدمة الشوط، يقدم لنا مخلاب. بينما اللي على المركز الثاني، أتابع القادم منهي عامر بن مصبح بن حويرب المنصور، يتقدم في هذه اللحظات وينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الأيمن، أتابع هذه الشعارات، أتابع هذا الزحف من هذه الأسماء الكبيرة. هناك القدوم والحضور، الوصول هنا من الأسماء الواصلة والقادمة، حيث أجد جلمود، هزاع بن خميس بن ناصر السنيدي والقدوم كذلك في هذه اللحظات من مياس. شعار الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ يتقدم في هذه الأثناء. الوصول من شعار بن يزرب وانطلاقاته مع بدران، حيث يقدم أهلنا ناصر بن عبيد بن يزرب العامري التدخل من عمق الميدان بانطلاقته. أشقر ومبارك بن جابر بن محمد المنصوري يتقدم بهذا الشعار ويتجاوز إلى المراكز الأولى. كذلك القادم هو حشيم خليفة بن أحمد بن شملان الفلاحي يتقدم، والوصول من الصداوي سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي مع الكيلو ونصف الكيلو المتبقية. ولكن مخلاب على صدارة الشوط حتى هذه اللحظات. حامد بن ناصر النعيمي على المركز الأول يتقدم ناصر بانطلاقات هذا الشعار، بحضور هذا الشعار على المركز الأول على مقدمة الشوط بمخلاب وماركوت. مخلاب الكبير. المركز الثاني الصداوي، قادم وسهيل بن سالم بن سهيل الخيالي يقترب، ينطلق بالصداوي بحضوره وبانطلاقته. شوف القدوم والوصول، شوف الحضور من شاهين محمد بن علي بن حماد الشامسي ينطلق والآخر. ولكن تابعوا من تجاوز من الجانب الأيمن، هناك انطلاقة وحضور حصري عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. شعار طيار الوثبة يطير في أجواء الوثبة في هذا اليوم بانطلاقة حصري. ولكن بن حماد على المركز الثاني مع شاهين الخيالي على المركز الثالث، وبن يزرب على المركز الرابع. ولكن شوف هذا الأداء وهذا الطيران، طار طيار الوثبة، طار طيار الوثبة عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري ينطلق بهذا الفوز بهذا التحدي. أول أشواط القعدان الحقايق، يغادر معك يا طيار الوثبة، يغادر معك يا عيد، يا بن عبد الله يا بن عيد، يا المنصوري يا راعي حصري 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 ينتزع الفوز والناموس. سلام عبد الله بن عيد المنصوري، سلام طيار الوثبة، سلام مشكور يا عيد، يا بن عبد الله يا بن عيد، يا المنصوري يا راعي حصري. المركز الثاني كان مزعل سيف سعيد بن علي بن عمر الشامسي. المركز الثالث كان هناك الفايز وسعيد بن سالم بن دربش العامري. المركز الرابع حشيم وشعاري خليفة بن أحمد بن شملان الفلاحي. والمركز الخامس كان الوصول على المركز الخامس من مشغل سالم بن حمد بن نابت المنصوري. هذه هي الانطلاقة، وهذا هو التحدي، وهذا هو حصري أمامكم يا من تتابعون قناة ياس. التوقيت الأفضل يتسجل حتى هذه اللحظات، 4 دقائق 17 ثانية، جزئين 2 من الثانية. سلامي عليك يا الطيار، سلام طيار الوثبة مع حصري عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. المركز الثاني 4 دقائق 21 ثانية، 9 أجزاء من الثانية اللي حل بالمركز الثاني.
كان مزعل، سيف بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي. والمركز الثالث التوقيت الزمني 4:22 ثلاثة أجزاء من الثانية، كان شعار سعيد بن سالم بن دربش العامري مع الفائز. والمركز الرابع 4:24 خمسة أجزاء من الثانية، كان حشيم خليفة بن أحمد بن شملان الفلاحي. والمركز الخامس 4:22 سبع أجزاء من الثانية، اللي حل بالمركز الخامس هو مشغل سالم بن حمد بن نابت المنصوري. تهانينا والناموس للجميع، تهانينا والناموس لمالكي حصري من انتزع ناموس أول أشواط الحقائق القعدان. عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري شعار طيار الوثبة يظهر في هذا اليوم المميز. تهانينا والناموس للجميع، وحظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ.